يوغاز ذهب إلى خيمة السيد بهادير. لابد أنه أوصل له كل شيء. بهادير لن يقف ساكنا. كيرجا، اتخذوا الاحتياطات، بهادير سيأتي بعد قليل. أمرك سيد تورغوت ألب. كيف تدخل إلى الخيمة دون إذننا؟ أنتم افتريتم علي وقد فضحتموني في قبيلتي، وعوضا على أن تأتوا وتطلبوا الصلح مني أنا لازلتم منشغلين في هم قضية السيادة. أنتم ليس لديكم أي خجل وليس لديكم أي حياء. إلزم حدك سيد بهادير، إلزم حدك. أنتم لا تلزمون حدودكم. السيادة من حقي أنا. سأحرق كل هذه القبيلة قبل أن أتركها لكم واعلموا هذا. زوجتي سيدة القبيلة، وكما أن السيادة هي من حقك هي من حقي. إن كنت تثق بنفسك اخرج أمامي في الاجتماع وخذ السيادة. خروجي أمامك في اجتماع السيادة سيكون لطخة سوداء على جبين التشافدار. أنت محارب للكاي، من الذي حكم أن تصبح سيدا للتشافدار؟ يكفي تطاولا، إنه حكم السيد أرطغرل. تورغوت سيترشح للسيادة وأنت سوف تقبل بهذا. حكم أرطغرل، وإن لم أقبل بهذا الحكم؟ عندها سوف تذوق رقبتك طعم فأسي، لكن هذه المرة لا ينقذك مني أي أحد. أنا أحذرك للمرة الأخيرة تورغوت، تراجع عن قضية سيادة قبيلتي وانسحب من مواجهتي في الاجتماع. أنا لن أتراجع أبدا وسأكون بانتظارك في الاجتماع. ذهب إذن الذنب عن رقبتي. سأبذل دمي قبل أن أترك لكم القبيلة. سترون من يكون السيد بهادير الآن، وسترون قوته. افتحوا الباب. كيرجا، لا تترك تعقبك له. أريد أن أعرف كل خطوة يخطوها. أمرك سيد تورغوت ألب.